في انتقاد أوروبي لسياسات الحكومة المحافظة في بولندا، اعتبر يان إيسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ أن بولندا تمضي قدما في طريق الدكتاتورية. وهدد إيسلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هدد بسحب حق بولندا في التصويت على المستوى الأوروبي. الانتقاد الجديد يأتي بعد إقرار مجلس النواب البولندي قانونا جديدا يعيد تنظيم عمل المحكمة الدستورية، القانون الذي حظي بتأييد نواب حزب القانون والعدالة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي، يقضي بإصدار قرارات المحكمة بأغلبية ثلثي الأعضاء بدلا من الأغلبية البسيطة المعمول بها الآن. وشهدت العديد من المدن البولندية احتجاجات في الفترة الأخيرة ضد الحكومة المحافظة التي تتهمها المعارضة بتقويض الديمقراطية.